المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج العالم بين ايديك. زي ما عودناكم في كل حلقه من برنامجنا بنتعرض الاول لابرز الاخبار اللي حصلت الايام اللي فاتت. من ابرز الاخبار كانت الحقيقه حاجه احزرتنا كلنا وهي وفاه اسمن امراه في العالم. هي مصريه وزنها حوالي 500 كيلو جرام وتوفت بعد علاج دام 6 أشهر. يعني تنقلت فيهم ما بين الهند والإمارات، كان عمرها حوالي 36 سنة. والخبر ده فعلا أثر بشكل كبير نتيجة زي ما قلنا أن هي أسمن امرأة في العالم. الخبر التاني اللي معانا النهاردة من المملكة العربية السعودية، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز يعني مرسوم ملكي تاريخي من وفريد من نوعه، بيدي الحق للمرأة السعودية أنها تقود السيارة. وده طبعا طلب او حلم طالما المرأة السعودية حلمت بيه. والحقيقة ان الخبر ده اثر يعني في حوارات كتير واهتم بيه ناس كتير حول العالم. خبرنا الاخير هيكون عن فيلم منتظر انه يتعرض العرض الاول لي النهاردة 28 سبتمبر، فيلم فلايت لاينرز. والفيلم ده هو فيلم اثارة وخيال علمي وتشويقي، ومن المنتظر انه يحقق ايرادات عاليه جدا في البوكس اوفيس نتيجه انه يعني فيلم بيجمع بين الاثاره والتشويق. دلوقتي احنا خلصنا اخبارنا، هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم تاني. تعرف معنا على الخطوات المستقبليه بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضويه كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبيه في المؤسسات الاعلاميه وتجهيز سيرتك الذاتيه والتقدم للوظائف ومناقشه افكار الاعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تاسيس كايرو تي في اونلاين، تلفزيون موجه باللغه الانجليزيه والعربيه من القاهره الى العالم. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وهنبدا ندخل في صلب موضوعنا لحلقتنا النهارده. الحقيقه انا اخترت موضوع غايه في الاهميه لانه ببساطه شديده بيأثر في مجتمعنا والمصري تحديدا، وده طبقا لدراسات اجرت مؤخرا واثبتت ان مصر رقم واحد عالميا فيه. الحقيقه موضوعنا بيؤثر بشكل سلبي على مجتمعنا لانه ببساطه بيؤدي الى انه مش ببساطه الحقيقه لكن بيؤدي انه بيفكك الاسره، بيهدد أركان زيجات كتير، وبالتأكيد أنه بيشتت الأطفال والأبناء بين الأبوين. موضوعنا هو الطلاق. ليه اخترت موضوع الطلاق؟ لأنه الطلاق زاد معدله بشكل ملحوظ لا يمكن أن احنا نغفل عنه مؤخرا. فطبقا للدراسة أجرتها نظام أو يعني قرار أصدره نظام المعلومات من مجلس الوزراء المصري، افاد بانه معدل الطلاق زاد ليصل انه في حاله طلاق كل 4 دقائق. واكدت الدراسه دي، دراسه تانية من الامم المتحده بتؤكد ان معدل الطلاق في مصر زاد من 7% ل40% في القرن الماضي. علشان كده النهارده هنستضيف اخصائيتنا اخصائيه العلاقات الاسريه اللي هتفيدنا اكتر عن الموضوع ده وتقول لنا من وجهه نظرها ايه الاسباب اللي ادت الى الارتفاع الرهيب في الطلاق مش بس عالميا ولكن كمان في مصر. اهلا ومرحبا بيكي، منورانا. عامله ايه؟ عايزينك في البدايه تكلمينا عن الطلاق. يعني انا بشوف انه من الطبيعي ان معدل الطلاق يزيد نتيجة الانفتاح، نتيجة الحالة الاقتصادية، نتيجة التكنولوجيا. كلمينا باستفاضة عن كل المؤثرات دي ومدى تأثيرها في الطلاق من وجهة نظر حضرتك. طيب لو احنا اتكلمنا عن الطلاق والانفتاح، طبعا الانفتاح في الحالي ده خلى نسبة الطلاق عالية جدا. للأسف كل زوج او زوجة بيبقى عندهم تطلعات اكتر في شريك حياتهم، لما بيشوفوا بره بيشوفوا صفات معينه موجوده في حد على التلفزيون، نجم عالمي، الكلام ده كله بيقعدوا يتمنوا طبعا ان شريك حياتهم يبقى عنده نفس الموضوع ده. فللاسف في الاخر ده بينعكس بالسلب، ان كل واحد يبدا ما يشوفش مميزات الطرف الاخر وكل تركيزه بيبقى على العيوب بس. تمام. فطبعا الانفتاح عمل مشكله كبيره جدا. من وجهه نظرك هل التكنولوجيا مؤخرا زي ما كان ليها عامل ايجابي في حياتنا كلها، لكن ازاي اثرت بشكل سلبي؟ انا بعتقد انها اكيد اثرت. وضح لنا ازاي اثرت على الطلاق بهذا الشكل الرهيب، لو في بجد تاثير زي ما يعني. خليني اقول لك ان انا بحس ان احنا بنظلم بصراحه السوشيال ميديا معانا. السوشيال ميديا دي اداه،
في الاخر انا اللي بنسيء استخدامها بالضبط في الاخر انا في ايديا استخدمها لاستفادتي وممكن استخدمها لانها تضرني وتدمر حياتي كلها. ففي الاخر هي غلطتي ما اقدرش الوم عليها. الناس لما بتستخدم السوشيال ميديا الفيسبوك والانستجرام وتويتر وكل حياتهم ان هم يشوفوا مين عمل ايه ومين راح فين والكلام ده كله, في الاخر فين الحياه؟ فين الحياه اللي بين الزوجين؟ فين الحياه اللي اطفالهم بيشوفوهم امتى؟ تلاقي الناس قاعدين مع بعض في البيت في نفس الاوضه وكل لكن واحد مفيش تواصل خالص, تلاقي كل واحد ماسك الموبايل, كل واحد بيعمل فاتح اللابتوب, او الاطفال كل واحد ماسك الايباد واللي بيتفرج على التلفزيون وقاعدين كده اسمهم قاعدين مع بعض وفي الاخر كل واحد في دنيا تانية. طبعا عدم التواصل بين يعني الزوجين وطبعا بين الاسره كلها بيؤدي في الاخر الى الانفصال ويمكن يؤدي في الاخر الى الطلاق. طيب شايفه ازاي الطلاق بينعكس على الحاله النفسيه للاطفال بعدين؟ يعني لما يكون مجتمع في عالميا في 250 حاله طلاق بتحصل يوميا, يعني تقريبا في جيل كامل ممكن نقول ان نصه هيبقى متربي في بين ابوين مشتتين, بتتوقعي الجيل ده هيبقى ايه اللي ناقصه؟ ايه التاثير النفسي اللي هيبقى على الاطفال دول نتيجه ان هم مشتتين ما بين الاب والام؟ خلينا متفقين ان الاطفال دول اكتر حد بيتاذي من سواء الزواج الفاشل اللي هم اللي مش قادرين يتطلقوا وقاعدين في بيت واحد ومش طايقين بعض في نفس الوقت, ومن العكس من الطلاق اللي للاسف الزوجين فيه ما بيبقوش عندهم النضج الكفايه ان هم يحترموا ان هم خلاص بقوا منفصلين وان في اطفال بينهم لازم يحاولوا يحافظوا على نفسياتهم. الاطفال دي للاسف ساعات تلاقي طفل رايح يقعد يومين عند مامته تقعد تشتكي من باباه, يرجع يروح عند باباه تلاقيه بيشتكي من مامته, طفل نفسيته بتتدمر. لازم في الاخر الام والاب يبقوا عندهم النضج ان هم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الموقف لان الاطفال دي هم فعلا اللي بيضيعوا. طيب لو افترضنا انه خلاص حصل الطلاق وبالفعل بقى فيه تشتت, بتنصحي ازاي سواء كان بنت او ولد ازاي يعني يبقى فيه علاقة متزنة مع الاب والام بالرغم من انفصالهم؟ يعني انا عايشة مثلا مع والدي او عايشة مع والدتي, ازاي اعمل اتزان بالرغم انه خلاص طبعا حصل الانفصال, بس ازاي نوعا ما اخلق نوع من انواع الاتزان؟ خلينا نتفق ان دي مش مسؤولية الابن, في كل الاحوال هي مسؤولية الام ومسؤولية الاب, الابن ده هو اللي مسؤول منهم. انا لو هوجه النصيحة هوجهها للام او هوجهها للاب, الام والاب لازم يهتموا ان هم يحاولوا يحافظوا على هقولك بالانس او توازن في علاقتهم ببعض, على الاقل يا جماعه الاحترام. يعني احنا مش طالبين منهم غير ان هم يبقوا بيحترموا بعض على الاقل, اديني بقولك اهو اكتر على الاقل قدام اولادهم. الحقيقه يهمني اسال حضرتك جدا ايه الاطار اللي تحبي تشوفي فيه يعني الاطار اللي بيجمع او بيوضح العلاقه بين الزوجين؟ يعني خلاص احنا انفصلنا, ازاي العلاقه يعني تبقى صداقة؟ ازاي يبقى فيه التواصل خاصة لو في اولاد ما بيننا؟ فايه الاطار او ايه المحددات اللي تحبي انها تتوفر بحيث انها تبقى علاقة متزنة وصحية ما يبقاش فيه نزاع ما بين الطرفين؟ خليني اقولك مثل من برا مصر خالص, ممكن تشوفي في امريكا الناس وهناك برضو حالات الطلاق كبيرة, تشوفي الناس بتتعامل مع بعض ازاي. الام والاب بيبقوا منفصلين بس مين رايح يودي الام مثلا رايحه تودي ابنها لتمرين باباه هو اللي رايح يجيبه. ممكن في اوقات تلاقي الام والاب والاطفال بيتعشوا مع بعض قاعدين بيتكلموا عشان يحسسوا الاطفال بجو الاسره, تحسهمش ان خلاص هم دلوقتي مش هينفع في مكان يجمع بين ابوهم وامهم. احنا عندنا في مصر ما ينفعش المكان يجمع بين الام والاب, لو الام اللي معاها حضنت الطفل ما تخليش باباه يشوفه والعكس. لازم الام والاب يبقوا انضج من كده, هم ما يحملوش اولادهم اخطائهم واخطائهم اخطاء اختياراتهم من الاول. تمام, انا بشكر جدا حضرتك لاستضافتك لوجودك معنا النهارده. اعزائي المشاهدين يعني في النهايه احب اقول انه لو افترضنا انه حصل طلاق وحصل انفصال يا ريت يعني نفكر شويه في الاجيال الجايه, نفكر انه خلاص نضحي زي ما احنا اسأنا الاختيار من البدايه, فاحنا نحاول نضحي شويه ونعمل علاقه متزنه بين سواء الزوج والزوجه او العكس علشان من اجل الاطفال ومن اجل الجيل جاي من حقه انه يبقى متربي وعايش في بيئه متزنه وصحيه. لحد هنا بختم حلقتي النهارده, بشكركم جدا على انكم كنتوا بتستمعوا لي النهارده, واستنيكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا جدا لكم.